check it. عشان نشوف المستوى كيف. بنات تكبيسات. رجاله بكم. انا ثلاثة وانت ثنتين. رجاله بكم. رجاله بكم. انا نصراوي لكن خلاص اعتزلت. انا هلالي. والله انا اتحادية. انا اتحادية ونصراوية. أهو أنت تحبين الكورة صح؟ إيه. وش اللي تستفدتي؟ إلا حتتم يا العيال كبسوا. ها؟ وش استفدتي منها يعني؟ شيء؟ والله ما استفدت ولا حبة، بس كذا معاهم مرة أشجع النصر مرة أشجع الاتحاد، بس أهم شيء إني أشجع هذول. والله جوني أخويا قالوا التراك وشو؟ يلا ليلى فاز. ومعاهم والله العظيم ما حضرتها حتى الحضرات. قلت لها هلال وشو؟ بلا في كورة. قالوا في كورة بين النصر مدري الهلال، فاز الهلال. الله يبارك لهم. تكبيساتكم شيراتكم يا ربعي. بنات شيروا يا بنات، عيال كبسوا شيروا تكفون. الجولة يحكم علي. جايز ورد طبعاً. الجولة يا ربعي. الجولة يا ربعي الجولة. ورد 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 ورد. تكبيساتكم يا عيال، تكبيساتكم وشيراتكم. تكفون الجولة. قفل الباب. باتري لو. يا اخي انتو سماعتك ذي. سمعتي ولا سماعتك؟ وش السماعة ذي كل شوي؟ بلبلتوت. تبي شاحن. تبي شاحن. ريو يا ريو. ريو الجولة. لا تروح. جايز مع بعض. الجولة يا ربعي. هذا حتى سماعة شاحن. جايز. تكفون يا ربع الجولة لا تروح. أمان الدبل. استغلوا الدبل. تكفون والله راح يحكم عليا. والله راح يحكم عليا. حييكم. ريو شدوا. طويق يا طويق. ريو. الجولة يا ربعي. فارس. أنا مدبلين من الله. أنا مدبلين من الله. كفو يا ريو كفو. هاي لا. لو تفوزي تصلخيني ولا تسمعيني؟ على حسب. وش رايك يعني؟ على حسب ما ندري. يا تعرفني انا. اسمع اسمع من عيوني يا ريو. اسمع يا باب الجولة. يلا ازعج انا بسماعة دي. جايز مع بعض تنسكوها على هادي. جايز ناقل الحدث عن التكتر. ترى راح يجحفل. ها راح يجحفل يا ريو. ريو الجولة. كل شي مسموح. يا خبرت في السماعة ذي. كل شي مسموح.
تكفون تكفون ريو 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 هي في وجهك رجال. حظك زين حظك زين. شفت يا ريو؟ لا تلعب لا تلعب يا ريو يا أخي. على الصدام حم حم بيض الله وجهك. هذا أحم أحم. أيوة أحم أحم يا أخي. ليه الخيانة ذي؟ تحصل جولتين ما في خيانة مع الجميع والله. بيض الله وجهك حم حم. ريو ليه حمستاني وتقولي تبغى تحكم؟ قلت جولتين تقولي لا جولة واحدة صح؟ انت قلت كل جولة حكم. ايه طيب وش احكامك؟ الحكم الاول. ايه الحكم الاول خف علي مو مرة تعرف عندك معجون؟ عليك شوف معجون احطه في وجهي مستحيل. ليه وش وجهك وش به؟ لا 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 ادري انا وش سويت؟ خلاك كل راسي رغوة وكل وجهي معجون بتري البشرة. والله انا جاني اكزيم يا في وجهي بسبب معجون ترى مو حلو ترى. يلا الحكم الاول تاكلين اكل. عندي حصانه عندك الحمد لله. تعالي 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 وين حصانه وين حصانه؟ والله اخر مره لما لعبت معاك قبل شهرين. ايه شوف والله الحين كلهم اخر مره بيني وبينك كسمت. والله جتني واحده قالت لي عندك حصانه يمكن تعرفها. تصدقينها؟ ايه والله اصدقها. لا تصدقينها لا تصدقينها. ما لك حصانة نفي نفي. أقول لك فانزاتي كلهم ربي كاتبي لي. فانزاتك وش أنا وأبقى من روحي؟ تدري إني أنا الحمد لله كل اللي في البرنامج عندي عندي حصانات عندهم. إلا أنا أنا الحمد لله ما حد يطلبني. أنا ما قد حكمت عليك. اثنين ثلاث. ديون ثلاث اثنين. دبي هدي من روحك ومع وقتك الصوم اخس عليك يا دبي. والله شفتك دحدرت انا اختك. الحكم الاول ما حد سمع عليك. الحكم الاول مع نفسك عندي حصانه. لا 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 ملك اسمع والله لو ينزل لك 20 مليون. لا تحبين لا تحبين منك الحلال. اسمع والله لو ينزل لك 20 مليون ما اكل بيض. يا يلا ما في مشكله. الحكم الثاني تقول وربي شوف كلهم كاتبين عندي حصانة أقسم بالله. آخر مرة لما لعبت أنا ما علي منكم أنت. أنا ما أذكرها والله. طيب دقيقة نوني نوني بنات دقيقة 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 المشرفات اللي عندي